منذ عدة سنوات دخل حمادي المصطفى في مجال الفن التشكيلي مدفوعا بهواية تمسك بها منذ الصغر، هواية حولها مع الوقت إلى موهبة خلاقة جعلت منه فنانا مبدعا يرسم بإحساس مرهف ويجسد كل مشهد يراه بلغته الفنية الخاصة وبلمسته الإبداعية الآسرة. بدأت في الرسم من 2019، وكان دائما حياز الشهر فن الطبيعة، ذاك به اللي دائما يشوف مناظر يأثر شوي فيها بشمالهم، فتبارك الله هم قاعد يقودوا إحساسي، يقودوا إحساسي حتى بهم الثمار وشايلين الانتباه. ونعت فنان تشكيل، اختر دائما طبق اللي نشوف قدامي نعبر أنا عنه بلغتي الفنية، اللغة اللي قد نتحدث بها وهي الرسم، مع أنها لغة بالنسبة لي متكاملة. هنا بضواحي العيون يجلس حمادي في أحضان الطبيعة وينهمك في تنسيق الألوان على لوحته التشكيلية، هذه ليبوح لها بأسرار الطبيعة التي لطالما شكلت إلهاما له منذ النظرة الأولى. اخترت اليوم مشي نرسم منظر من هذه المناظر السنة اللي في العيون، وذاك اللي ياك نعبر به عن معزتي ومحبتي للعيون والولايتي هون. ما شاء الله منار سنة عندي، حتى بنحاول دائما نرسمها هون. عدت ماني محتاج قاع لياك يتعبون المناظر نشوفهم وشي، المناظر عادوا دائما معايا، نحافظ على الصورة ونعبر أنا عنها من جانب إحساسي، بينوا سواء إلى عاد التسليد الانطباعي والله الرمزي والله الخيال المطلق. بأدواته البسيطة وطموحه الذي لا حدود له يواصل حمادي رسم مستقبله الفني المشرق بخطى ثابتة، ويصر على السير نحو الهدف رغم التحديات. طموحي أنا وهدفي فالرسم، قد أقول أنا قاعد أنا ما يوفى به لي، كل تطور الحمد لله وصلت له، وكل الحمد لله مرحلة وصلت لها أنا حاسة أني حققت نجاح، يزيدني ذاك حتى لياك نطمح أكثر ولياك نوصل لشي ثاني أعلى من ذيك المرحلة. رسالة أختار ووصل نختار وبالدعم للفنانين التشكيليين، وفتح قدامنا مولي فرصة لياك نشاركه في معارض ولياك نظهر حتى وتنتقيم الموهبة تعود لك إياها مرموسة شوي بدأت عندها بلد. يؤمن حمادي بقدراته وموهبته في المجال، ويأمل أن يتمكن من تمثيل بلاده في المعارض الدولية يوما ما. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة العيون.